مواليد 1924. إذا أردت أن تسمع قصيدي تعني حياة الإنسان من ولادته لوفاته، اسمع ماذا أقول. تفضل. ابن عشر من السنين غلام، فره الذيل ثغره بسام، عتل غافل سريع حراك، دأبه الغيظ والرضا والخصام. وابن عشرين للصبا والتصابي، ليس يثني عن هواه ملامه، حبب الأكل والشراب إليه وصنوف اللذات وهي حرام. والثلاثون همة وشباب وهيام ولوعة وغرام، فإذا زاد بعد ذلك عشرا فكمال وهيبة وتمام. وابن خمسين مر عنه صباه فيراه كأنه أحلام. وابن ستين سيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام. وابن سبعين لا تسلني عنه، فابن سبعين ما عليه كلام. وإذا زاد بعد ذلك عشرا بلغ الغاية التي لا ترام. وابن تسعين أقعدته الليالي واعترته وساوس وسقام، وإذا زاد بعد ذلك عشرا فهو حي كميت. والسلام. والسلام.